أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس ديالنا ديال اليوم اللي تتعلق بإنشاء ويب سيرفر اون لوكال. غادي نستعملو اكزامبل. بطبيعة الحال كاين دي لوجيسيال بزاف اللي تيستعملو هاد اللي تيقومو بهاد العملية، ولكن الدرس اليوم تيتعلق بإكزامبل باش غادي نقدرو نتعاملو مع ال داتابيز، قاعدة البيانات والسكريبت نتاع ال PHP. للتعريف كاين جوج الانواع ديال الويب سيرفر. كاين الويب سيرفر اون لوكال، هو هذا اللي غادي نعملوه اليوم، وكاين الويب سيرفر اون لاين، هو مثلا اللي تيكون عند البروفايدر نتاعك مني تشري واحد الدومين، تعطيك اسباس فين تحط الملفات نتاعك وتعطيك اسباس فين تتعامل مع الداتابيز نتاعك. دونك في الحاله هذه غادي نحتاجو ننزلو اكزامبل، وغادي ننزلو هاد البي اتش بي ايديتور اللي غادي نكتبو به شويه، نكتبو هاد ليكزامبل هنا باش غير تقوم بالانستالاسيون تاع الويب سيرفر وتبدا تتعلم البي اتش بي. هو مجاني، دونك غادي نمشيو للمتصفح وغتكتب غير اكزامبل، غتدخل السيت اوفيسيال تاعهم. هي هادي، معليش انا غنحط لي ليا هادو كلهم تحت الفيديو. اكزامبل هادي هي عندنا ديال ويندوز لينوكس ماكنتوش، باش تكون على يقين بان السيستم تاعك لك. هادي 64 بيت، وهادي لا ديرنيير فيرسيون، وحتى ديال لينوكس هي 64 وديال ماكنتوش 64 بيت. كي كانت عندك 34 بيت غادي تمشي للمتصفح وغادي تكتب example 32 بيت وتدخل لهنا وتيليشارجي. الا كانت عندك 32 بيت فوالا، باش تعرف بان الا كان عندك سيستيم 64 تقدر تعمل الانستالاسيون ديال 32. الا كانت عندك 32 ما تقدرش تعمل الانستالاسيون ديالهم بجوج، تقدر تعمل غير الانستالاسيون ديال 32. مهم، تنمشي لهنا. انا غادي ننزل الويندوز وغنزل 64 لقبل السيستم تاعي 64 بيت. غادي ننزلها وغنعمل ليها سوفغاردي، وغادي نمشي. انا نزلتها وعملتها في واحد الفولدر هنا باش انت غتنزلها ديريكتومون وحطها وين بغيتي، تتكون دائما في الملف نتاع داونلود. المهم في المكان تاع الانستالاسيون غير اعمل الدوبل كليك. فوالا الانستالاسيون تعطينا هاد وورنين، اير كليك اوكي الى خرجت لك. وهنا تعطيك ويلكم بيان فوني نيكست. هنا كاين لي كومبونون اللي غادي نخدمو بهم، دونك انا غادي نختار عير هادوك اللي غادي نخدمو بهم ونخليهم باش انستاليهم. تشوف بان هادو اللي مهمين اللون تاعهم تغير لانه اوبليجي تانستالو هادو، وهاد الاخرين ما عندي ما ندير بهم. هاد اللي خليتهم اللي غادي نخدمو بهم، الدرس تيتعلق بهم. نيكست. هنا تيعطيك لو شوما فين غتنزل الويب سيرفر ديالك، تكليكي على سويفون، سيلكت فولدر از نوت امبتي. لقبلاش انا ديجا عامل الانستالاسيون، غادي نحبس هنا وانت غير كليكي على سويفون والانستالاسيون غادي تمشي حتى تسالي، غتعطيك حتى شي فنادر تحلك اخرى حتى تسالي. اوكي، دونك ملي تسالي الانستالاسيون كاين تمشي تدخل مثلا اما الراكورسي ولا داك الشورت كارت تي تحط لك في الديسكتوب، ولا تدخل هنا للسي. انا حنت حطيته في السي، غادي ندخل هنا. ها هو عندي اكزامبل هنا، غتدخل لهذا الفولدر هذا غتفتحو اتش دي دوكس هايبر تكست دوكس، تفتحو هنا فين غادي نحطو
لي فايل تاعنا، نحيد هذاك الفولدر باش نعمله من جديد. هنا تحط يعني السكريبت نتاعك. هنا انا ندير دائما واحد الفولدر جديد تنسميه www، وهذا تنحط فيه كاع لي سكريبت اللي تنخدم بيهم. هذا هو اللي تنعملو انا لي سباس ديالي فين تنحط لي ميلف ديالي. دونك في كل سكريبت مثلا هنا غادي نديرو تيست اليوم، غادي نكري هاد الفولدر، وغادي نعمل هادي هنا غادي نحط وسط منها الملفات نتاع التيست. لنفرض غادي نشتغل بوورد وورد بريس، دونك غادي نكري واحد الماب ونكتب فيها وورد بريس. وردبريس، وهنا نحط فيها السكريبت ديال وردبريس، كل كاع الملفات ديال وردبريس نحطهم هنا الى غير ذلك، باش يكون داك شويه التنظيم مهيأ، تنظيم زوين. نحيد هاد وردبريس ماعرفش نخدم بها دابا. دونك غادي نحلو هادي خاويه، مازال غادي نرجعو ليها من بعد. دونك تنمشيو نرجعو لهنا الكنترول بانيل ديال الويب سيرفر ديالنا. دونك بعض الحالات تيحط لك الشورت كاتس ولا الراكورس يحط لك في الديسك توب، الا ما حطهاش لك هنا تقدر تكرييها اونفوي فيغ هنايا سكريبت بورد ولا ديسك توب. الحالة الثانية هي تقدر تمشي ستارت هنا و سيرك يعني سيرش، وهنا تكتب اكزام وتخرج لك هنايا تتكليك عليها دروات الى بغيتي هادي، و هنا تقول باش ينزلها في لابار هادي. دونك غادي نكليك هنا باش يحطها لي في لابار. فوالا هو حطها ليا. تكليك هنا باش يتحل لك. هذا هو الويب سيرفر ديالنا. هنا فين تدير ديماراج وتتعمل ستوب مثلا من الويب سيرفر ديالك. نعملو الديماراج الاباتش، خص يعني تولي بالخضر. فوالا دونك سا مارش بيان، وتولي وماي اسكيال تاهي. ما اسكيال ما غنخدموش بها، ولكن غنلقي واحد النظر عليها. دونك حنا تنشوفو از رانين، وهنا ترانين يعني كلشي بيان. هنا خضر في حالة هنا تيكون واحد المشكل دائما في لي بورت. دونك الا كان تمشي، الا كانت هذه بالاباش ما خداماش وقالت لك بان البورت اوكي بي ولا بلوكي، تتمشي للاباتش هنا كونفيغ وتتهبط وتتغير هاد البورت هاو 80. لو كان نقدروا نكتبوا مثلا غير هكذا، هذا ماشي بورت وانما جيست باش نوريكم مني تانديكي لينا هاد الخاء الايرور. تعمل سوف غاردي تروحو هنا ونسدو هادي ونستارتو من جديد. فوالا هنا تيعطيك ايرور، تيقول لك مثلا هو تيعطيك البورت. هذه في حالة ما إلا كانت يعني المسألة عندك تتعلق بالبا، هي 100% تخدم بار ديفولت في 80. خصنا نرجعو لهنا ونغيرو البورت ديالنا ل 80 باش تخدم لينا، ونعملو سوف غاردي، نسدو هادي، ونعملو ديماراج. فوالا هي خضرا خدامة. وهادي نديرو ليها هي الديماراج. هنا غادي ندخلو الاسباس نتاعنا اللي عندنا في الويب سيرفر اون لوكال. تتمشي للمتصفح نتاعك وتكتب لوكال هوست. ملي تكتب لوكال هوست هنا تدخل بي اتش بي ماي ادمين. ها هي بي اتش بي ماي ادمين، هنا فين غنتعاملو مع الداتابيز ديالنا.
قاعدة البيانات ولا قواعد البيانات. هذه هي يعني الانترفاس نتاع البي اتش بي ماي ادمين. هادو لي داتاباز ديال لي لوجيسيال نتاع الويب سيرفر، ما تغيروهمش. هادو هادي هي يعني لي الداتاباز لي تيب لي طابلو هادو. المهم هادي انتهينا منها، غادي نرجعو باش ندخلو للسباس نتاعنا، نشوفو ندخلو للسباس نتاعنا اللي هي www. ملي تندخلو ليها هنا تلقاو قاع لي فولدر نتاعنا. هنا غنكريو واحد فولدر اخر، علاش حيدت انا هداك وورد بريس، نكتب وورد بريس ونخليوه. دونك نمشيو لهنا ونكتب حتى فوالا قاع هنا تتحط لينا واحد، يحط لينا قاع دوك لي فولدر اللي عندنا. دونك الغرض عندنا حنا بتست، هنا ما كاين والو خاوية. دونك نتمنى تكونوا نزلتوا هاد براكيتس. غادي نعملو نيو وغادي نكتبو بي اش بي. الكود يعني بسيط، جد بسيط. ونسدو هنا، تنحلو هنا، تنسدو، نكتبو ايشو. وهنا شنو غادي يكتب لينا؟ Hello my friend. وغادي نديرو ليها سيف. غادي يعطينا فين غنحطوها، فين غنحطوها دابا خصنا نحطوها في السي في اللوكال نتاعنا، يعني في الاسباس اللي عندنا في الويب سيرفر اللي هي تيست اللي كاينة تحت www. هاهي هنا، وهنا الفايل خصنا نسميوه تيست، ولا سميه كيف بغيتي. وخصنا نعطيوه الاكستنسيون .php باش المتصفح يعرفوا بأنه راه php. هنا تيغير اللون تاعو. هنا هناك ديجا كري، هاهو تيست. دونك ندخلو من المتصفح، هاهو عطانا تيست بي اتش بي. دونك نعملو لو كليك باش نشوفو، هاهو عطانا هنا هلا ماي فريند. نقدرو نزيدو نغيرو عاود تاني هنا، نكتبو جوج how are you doing، ونعملو ليها سيف ونروحو المتصفح هنا ونعملو ريفريش. او هلو ماي فريند هاو ار يو دوين. سو غالي يعني بريك، ارجع للسطر، حبس هنا وارجع للسطر. هيا دونك القضية ناجحة. هنا تقدر، كاين طريقة أخرى اللي تدخلو بها اللوكال هوست، وهي تكتب الاي بي ادريس 127.0.0.1 وتكتب الاسباس نتاعك وين كاينة، تدخل هنا وهنا نفس الشيء. إما تكتب لوكال هوست، أنا تنكتب دائما لوكال هوست، انت اعمل كيف بغيتي. نجربو على طريقة أخرى، غادي نديزاكتيفيو الويب سيرفر وغادي نشوفو اللوكال الويب سيرفر ديالنا واش خدام ولا لا. دونك هنا ما تيخدمش، لأن خص الويب سيرفر يكون شغال. هنا تيعطيك تيقولك الكونيكسيون ما كايناش بين، يعني
بحال يعني واخا تكون اونلاين تاعتك واخا تكون اوفلاين تاعتك نفس الشيء يعني، لان تيكون الكونتاكت بين اللوك هذاك الشيء كل شيء تي الكونيكسيون تكون لوكال. دونك نشغله ونكتبو نعمل ريفريش. هنا تعطينا هاد ليرور لا قبلش، خصنا نحيدو هاد الاس هادي. فوالا خفيف ظريف. دونك الدرس ديالنا تنتهي هنا، وشكرا على يعني المشاهدة نتاعكم، وإلى اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله. لا عندكم شي أسئلة ولا شي حاجة تفضلوا كتبوا، كاين حتى شي مشكل.